الكل اتكلم على مباراه الاهلي والزمالك لكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صالح الصالحي مدير تحرير الاخبار، وهو بالمناسبه وكيل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، له مقاله مهمه النهارده في الاخبار عن لقاء 27 نوفمبر وكيف يكون لقاء في حب مصر. واكد صالح الصالحي في استعراض لاهميه ضبط الاداء في الاعلام الرياضي، وقال حسنا فعل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بمشاركه وزاره الشباب في اطلاق هذه المبادره، لكن بيقول انه المسؤوليه جماعيه، يشارك مجلس اداره الناديين في بث روح الود والتسامح. مجلس اداره الناديين، وهنا تيجي المسؤوليه، هو الخطا جاي منين؟ الخطا جاي منين؟ بيقول صالح الصالحي: الرياضة لم تكن أبدا مظهرا من مظاهر العنف والشغب وسببا للتراشق والخلاف. الرياضة تجمع ولا تفرق. الرياضة قبل أن تكون إحرازا للبطولات هي تهذيب للنفوس. علينا أن نحرص أن يكون هذا الحدث في سجل التاريخ مدعاة للفخر برفع اسم مصر عاليا. ده صالح الصالحي في الأخبار. أيضا في الأخبار الزميل محمد أمين لا منهج فيه ولا شرف، وبيتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك، وبيقول محمد أمين: حظوظ الفريقين تكاد تكون مناصفة، الفوز سيكون حليفا لصاحب التركيز الأعلى وبالتأكيد من لديه التوفيق وحسن إدارة المباراة، لكن الأهم أن ندرك أن العالم سيشاهد المباراة ويجب أن ننقل صورة إيجابية عن مصر والكرة المصرية. وهنا أنا الحقيقة ليه تحفظ عن حتة ان احنا مطلوب نبقى كويسين عشان الناس بتتفرج علينا، وكانه لو الناس ما بتتفرجش علينا والمباراه من اولى بره مسموح لنا نعمل اللي نعمله في بعض. لا، احنا مفروض ان احنا دايما نتصرف صح، مفروض دايما وابدا ندرك ان احنا بنمثل بلد حضارتها ضربه في عمق التاريخ. الكلام بتاع 7000 سنه حضاره ده مش كلام اغاني، ده كلام حقيقي ينم عن عمق حضاري كبير لهذا الوطن. بلد عندها هذا الإرث الحضاري الكبير، أبنائها ما ينفعش يتصرفوا كويس عشان الناس شايفاهم، ده لازم يتصرفوا كويس عشان الناس يدركوا تأثير هذا العمق الحضاري في هذه الشخصية المصرية. فهي مش فكرة عشان المباراة منقولة بره الجملة اللي معتادة فلازم نبقى كويسين، لا يا سيدي، احنا لازم نبقى كويسين باستمرار، حد بيتفرج علينا أو ما حدش بيتفرج. أيضا الجمهورية ياسر الشرقاوي قال ان هي 90 دقيقة في حب مصر، لا والله عايزينها على طول في حب مصر، زي ما وزير الشباب والرياضة قال، مش بس المباراة، لعل المباراة زي ما محمد صلاح قال تبقى ضربة بداية كويسة، ان احنا نتغير، ان احنا نتحول، فعلا في حالات كتيرة بتتغير، على الأرض في أمور كتيرة في الرياضة المصرية بتتحول للأحسن. ده الناقد الرياضي الكبير الكابتن عصام عبد المنعم في الأهرام قال الجانب الأخلاقي والإنساني في شخصية النجم العالمي محمد صلاح ينافس الجانب الفني الرفيع، في الإشارة إلى نموذج محمد صلاح الإنساني، وده اللي أكدت لكم عليه في البداية. الرياضة هدفها إزاي تقدر تقدم القيمة السليمة للمجتمع نفسه. صلاح نموذج ملهم لكل الشباب. مباراة 27 نوفمبر إن شاء الله تكون ضربة بداية لمرحلة جديدة مهمة ومختلفة، خاصة إن في أمور كتيرة والحمد لله بتتغير وتتحول إلى الإيجاب إن شاء الله.